الطرق مثل ما قلت لكم اللي هي المنتال ريبريزنتيشن ثيوري. ما هي المنتال؟ اعرف حمستكم وتكلمت واجد من دون ما اجيب تعريف هاي المهاره. طبعا في علم السيكولوجي او الفلسفي، علم السيكولوجيا وعلم النفس وحتى علم الفلسفه، يعني الطريقه للانسان هي باختصار، خلا اعبرها، خلا احطها لكم بين قوسين، هي قدره الانسان على تحويل مفاهيمه او مفاهيمه ولغته وافكاره من صوره، يعني من صوره خلينا نقول هو حاول يعبر عنها شفهيا، او قبل لا يعبر عنها شفهيا يحولها الى صوره ذهنيه في مخه. وياي قدرة الإنسان على أنه يحول مفاهيمه ولغته وأفكاره إلى رمز ذهني، يعني يختزل جميع الأفكار اللي يبغي يطرحها أو يبغي يوصلها للناس في رمز ذهني. تقدرون تعطوني example؟ تقدرون تعطوني مثال في حياتكم اليومية قبل لا ناخذ مثال ينطبق على مهارات الخطابة والتحدث؟ أنا بعطيكم مثال، يعني أنتم مثلا تقولون اليوم أنا راح أطلع من بيتنا انزين وراح اروح الدوام، او لا خلينا نقول بطلع من بيتنا وراح اروح مكان معرض او خلينا نقول فستيفال مهرجان اول مره راح اروحه. بمجرد ما تطلعون من البيت انتم حاطين في ذهنكم بناء على صور شفتونها ولا مسج وصلكم ولا واتيفر صوره المكان النهائيه اللي انتم راح تروحون له، انه والله بروح وبشوف خيمه مثلا وفيها فعاليات ممكن. فانتم تلقائيا حطيتون في بالكم صوره ذهنيه. اذا اختزلتون المسافه كلها اللي راح تقطعونها بالسياره، الزحمه، الاشاره، الهاي واي، البترول، اللباس اللي بتلبسونه، كل هذا اختزلتونه في شنو؟ في رمز واحد له الصوره النهائيه اللي تبغون توصلون لها، اللي هو شكل الخيمه ووصول والايفنت او الفعاليه اللي تبغون تحضرونها. فهذه يعني رمز جدا بسيط، او خلينا نقول مثال جدا بسيط وسطحي، يعني ما اقدر اني اطبقه على جميع الاوضاع situations او المواقف الاخرى. فهذه رمز بسيط. لما انتم تقدرون تحللون هاي الاشياء في حياتكم من مفهوم او من مبدا او من خلينا نقول لغه او تعريف معين، تختزلونه كله في رمز، في سمبل في بالكم. ورمز قد يكون رمز، يعني لما اقول رمز 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 يعني قد يكون رسم او صوره ذهنيه، ايمج، منتال ايمج تحطونها في بالكم. عندكم أمثلة أخرى تقدرون قبل أنا أعطيكم الأشياء اللي مجهزتينها لكم؟ أنا مجهزة لكم ورقة حاطة فيها بعض الأشياء. التصور والتصديق في علم المنطق وتحويله لواقع. ممكن التصور والتصديق صحيح، بس إحنا هني ما قاعدين نتكلم تحديدا عن التصديق. إحنا مو في حالة شك ولا في حالة ريب، يعني الموضوع مو موضوع right or wrong إن هذا الشيء هل موجود ولا غير موجود. الشيء موجود، يعني مثل مثال الإيفنت اللي أنا ذكرته، كل إيفنت موجود، بس شلون أنا أختزل جميع هاي الأشياء أو العوامل اللي راح توصلني إلى الديستنيشن أو وجهتي النهائية وأحطها في mental symbology، في صورة ذهنية عشان أوصل إليها. شخصيا ساعات أكون محاضرة لبرزنتيشن الجامعة ويتم الأمر في البداية، لكن فجأة في منتصف البرزنتيشن أتوتر. هاي that's the point، هل قاعدين نتكلم عنه؟ عشان لا نتوتر أعطيكم مثال أدق ويكون مفصل أكثر على البرزنتيشن. لما أنا أوقف وأسوي برزنتيشن ومثل ما قلت لكم أنه فجأة أنسى، عشان تتفادون هذا الموقف حضروا لكم صورة أو جيبوا ورقة. هذه هي الورقة، شوفوها، أنا جبتها إليكم إنزين، وخلوا فيها إنزين، ما عليكم من اللي وراء هاي نوتات مال الجامعة إنزين، حطوا لكم عدة رموز 1 2 3 4 5 6 على حسب حجم المادة اللي تروح تقدمونها، على حسب إذا كان البرزنتيشن 5 دقائق ولا 10 دقائق، شلون تبغون تختصرونها هذا up to you، على راحتكم. فبعطيكم سيناريو الحين، أنا سيناريو أنا خلقته يعني مني ومن نفسي، ما ممكن مو موجود في أرض الواقع. خلينا نقول أنا أعمل في هاي المنظمة for example، وأبغي أعطي برزنتيشن حق القسم، أوكي؟ والقسم هذا إحنا قاعدين نمر في مشاكل خلينا نقول مالية، نمر في ضغوطات نفسية، الموظفين مو مرتاحين، أو في موظفين عاجبينهم، في موظفين مو عاجبينهم التغيير اللي قاعد يصير. فأنا مثلاً كمسؤولة التطوير في الشركة، خلينا نقول business development manager for example، وصلت لهاي المرحلة إن لازم أقدم هاي الفكرة علشان إحنا نطور من العمل ومخرجات العمل. فحطيت وايد افكار،
عندي مشاكل الموظفين على راسي، عندي البادجت اللي نبغى نعدلها، الميزانيه عندي وعندي 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 وعندي. كل الكلام حكي في مخي، الحين شلون اوصله وشنو شلون انتقي الكلام المهم وتو ذا بوينت من دون ما انسى ومن دون ما اتخربط ومن دون ما اشوش اللي قاعد يسمعني. باختصار كل الافكار اللي في راسي واللي في بالي اختزلتها مثلا في 5 رموز او 6 رموز. اوكي 6 سيمبلز. المصباح يمثل شنو باعتقادكم؟ هذا ليس عصف ذهني. العصف الذهني هي المرحله نسويها احنا قبل لا خلينا نقول مرحله مسبقه الى مرحله تحديد الرموز، اللي هو البرين ستورمينج. هذا احط كل ما في جعبتي، كل الكلام افرغه في ورقه، بعدين انتقي شلون الكلام، احدد بالضبط انا شنو بقوله واحدده في رموز. ممكن يعني بس انا ما اقصد بهذا العصف الذهني، ولا اقصد بهذا المايند مابينج اللي هي خريطه ذهنيه. ما في شيء يربط الرمز الاول بالرمز الثاني، ما في خط، ما في سهم. انا مجرد قاعد احاول اقسم، قاعد احاول اعطيكم طريقه شلون تقسمون افكاركم وتختزلونها في رموز، بحيث ان ما تنسون ولا عنصر لما توقفون وتسوون برزنتيشن. فالمصباح، تخيلوا انا بجي بوقف اسوي برزنتيشن وحاطه هذه الرموز امام عيني، اوكي، في مخي، مو شرط على اللوح ولا على، انا ما ابغيكم توقفون وتحطون هاي الرموز على في 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 الباوربوينت وتحاولون تتذكرون، لا، انا ابغي تسوون هاي الخريطه ذهنيا في مخكم. يعني اللي قاعدين امامكم ما يعرفون ان مخكم فيه مصباح، ما يعرفون ان فيه عمله مثلا دولار، ولا يعرفون ان فيه والله وجه مبتسم ووجه حزين ووجه جدا جدا فرحان، ما يعرفون ان فيه صوره مقص، ولا يعرفون ان في صوره مشط، ولا يعرفون ان في 5 ستار. هاي 10 ستارز بس، يلا ما يعني نجمه ام 5 افرع. زين، فهذه الاشياء دون تحطونها في ذهنكم عشان لا تنسون. فلما نجي نقدم برزنتيشن، انا في بالي مصباح، في بالي عمله دولار، في بالي اوجه سعيده وحزينه وجدا فرحانه، في بالي مقص، وفي بالي مشط، وفي بالي آخر شيء اللي هو النجمة. يعني شنو هذا الحين الكودات؟ شلون أترجمها إلى كلام؟ مرحبا، السلام عليكم، معكم المسؤول الفلاني ولا المدير الفلاني ولا كذا كذا كذا. اليوم راح أتكلم لكم عن الفكرة الجديدة اللي أعتقد أنها راح تكون الحل الأنسب والأمثل، أو خلينا نقول الأكثر كفاءة وفعالية ل موضوعنا اليوم، او خلينا نقول موضوع الشركه والازمه اللي احنا قاعدين نمر فيها. الفكره هي عباره عن كذا 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 كذا، احنا راح نعين مستشار كذي كذي كذي. فاذا عرفت ان القسم الاول او على الاقل ال3 دقائق الاولى من البرزنتيشن مالي راح تكون حول طرح الفكره لا غير، فراح اتكلم عن الفكره والفكره 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 وشلون هذه الفكره راح تساعدنا وجميع العناصر المرتبطه اللي لها علاقه بالفكره. اذا انا لازلت في مرحله شنو؟ مرحله المصباح، مرحله اللي هي بس المصباح، عشان انا قاعد اعزز من الايديا اللي ابغى اوصلها. بمجرد اخلص من الـ من الـ من المصباح، اعرف ان بعدين تطبيق الفكره، وفي حال افتراضيا لو صارت الفكره على ارض الواقع، هذا الشيء راح ليه عوائد، ليه مثلا خلينا نقول نتائج، ليه مردود مالي، مردود معنوي، مردود. اذا لذلك انا حطيت رمز اللي هو الدولار. تقدرون تحطون اي رمز، انا بس هذا اوف ماي مايند، احنا في امريكا فمخي كله صاير بالدولار. انزين، فالعوائد الماليه، وابدي اتكلم عن وين وضعنا المالي حاليا، شلون ممكن يصير، شلون عمليه الترانزيشن من سيجويشن، من وضع لوضع، كم راح نخسر فرضيا، كيفك عاد تبغى تحط انت charts، تبغى تحط انت تقارير ماليه، تبغى تحط هذا up to you، شلون انت بتحطه في البرزنتيشن. انا قاعد اتكلم موضوع اليوم شلون احنا نسيطر على عقلنا باستخدام الترميز الذهني، بحيث ان احنا ننتقل من موضوع الى موضوع او من فكره لفكره من دون ما نفقد او ينقطع الحبل الافكار اللي احنا عندنا اياها. لو ترجعون لموضوع السناب شات، موضوع الانستغرام اللي انا حطيته، شلون نسيطر على نفسنا من دون ما ننسى ونتفادى هذا البلانك، او خلينا نقول الموقف العمياني اللي يصير قدامنا، من دون ما نفقد اللي هو السيطره على البرزنتيشن وننسى ونحس بالاحراج. فموضوع اليوم ذهنيا لا اكثر، اوكي؟ فبتشوفون الترانزيشن او الانتقال من رمز الى رمز وايد سهل. بمجرد انا خلصت موضوع الفكره،
على طول انتقلت لنتائج الفكرة أو المردود اللي بيجي من وراء الفكرة من دون ما أشير في نص. ايش كنت بقول الحين عقب نسيت، لكن لو حاط الرمز في ذهني، مصباح، الدولار، اوكي انجي حق الاوتبوت، او خلينا نقول الصوره الابعد، اوكي صارت في ارباح، بس هذه الارباح او خلينا نقول هذا المردود المالي اللي راح نحصله راح ياثر على ميزانيتنا في الجانب الاخر، يعني في له سايد افكت، في له عوارض جانبيه. احد هذه او خلينا نقول العوارض الجانبيه هذه راح تكون مثلا ان في فئه من الموظفين ما راح تكون سعيده، فئه من الموظفين راح تكون سعيده اوكي متقبله، وفي فئه بتكون كلش مستانسه. انت في النهايه ما تقدر تحط بوليسي ولا سياسه ولا خطه جديده وترضي 100% جميع الاطراف، لابد وفي فئه بتكون تحس نفسها انها ما تم انصافها ولا ما ادت الشيب، او خلينا نقول هذا الخطه الجديده ولا السياسه الجديده ما تنفعنا واجد مثلا. فانت لازم تحط بعين الاعتبار شنو الابعاد اللي راح توصلون اليها في حال لو تم تطبيق هاي الميزانيه الفكره الجديده. صح بيكون في ارباح، بس ترى في عنصر، في هيومن فاكتور لازم احنا نحطه بعين الاعتبار. فتبدي تتكلم عن، لان الناس اللي قاعدين معاك يحبون يحسون انهم they are engaged، يحبون يحسون انهم متصلين معاك، ان فعلا انت قاعد تشملهم في هاي الخطه اللي قاعد تتكلم عنها او الموضوع اللي قاعد تطرحه. انت ما قاعد تهمشهم، بالذات في مجال يكون انا قاعد اعطيكم هاي الاسلوب في حال لو كنتون تطبقونه في شركه او تطبقونه في منظمه، لو كنتون تطبقونه مثلا خلينا نقول على مشاريعكم الفرديه الشخصيه، البرزنتيشن مالي انا مال الجامعه، انا حره اتكلم فيه قد الاب من دون ما خلينا نقول اذكر فلان ولا علان، لان الموضوع له علاقه فيني، مشروعي الخاص مالي الجامعي، ما له علاقه زميلي ولا اوكي. إذا بناء على فلان سعيد وفلان غير سعيد وفلان جدا سعيد، في أشياء لازم نقطعها، في أشياء لازم إن إحنا نقصها أو نسوي لها إليمينيت، نستبعدها. أوكي شنو هذه الأشياء؟ مثلا نظام الساعات الحالي اللي عندنا لازم نغيره، ما عندنا والله أنيوال أو خلينا نقول مونثلي ريبورتينج سيستم، له نظام تقرير شهري، هذا الشيء راح يتغير من اليوم رايح، راح يصير في كذي، راح يصير في كذي، راح يصير في كذي. فالمقص يعطيني انا في مخي ايحاء ان اوكي الاشياء اللي بنبعدها اللي ما بنبعدها الاشياء، وانا كشخص من هذه المنظمه عارف شنو الاشياء اللي موجوده واللي مو موجوده، يعني عارف الخفايا مثل ما يقولون. فبمجرد انتقل لمفهوم المقص اعرف انا شلون الحين اوصل. فتشوفون الكلام اللي قاعد اقوله فيه لوجيك، فيه ليش شنو منطق، بديت بفكرة، بديت بمخرجات الفكرة ماديا وماليا على المنظمة، بديت من الأشخاص، بعدين انتقلت للأشخاص اللي ممكن أنهم يتضررون أو ينتفعون، ماكسيموم بنفيت ماكسيموم لاس من وراء هاي الفكرة، بعدين شنو الأشياء اللي راح نقصيها عشان نطبق الفكرة بأكثر فعالية. آخر شيء إحنا نبغي نوصل لأن إحنا نضمن اللي هي المساواة للجميع. يعني مش لذلك انا حطيت المشط، اسنان المشط يكونون ايكوال، معنى لو تشوفون هاي المشط يعني مو متساوي. هاي جزافا تقديريا هذا انا رسمته. في النهايه احنا نبغى نحقق اكبر مستوى من الايكويتي او المساواه والعداله في المنظمه اللي احنا فيها، عشان بعدين نقدر نحقق مستوى شنو الجوده ونحصل الستار. اوكي فشوفوا شلون اللوجيك هذا، طبعا هذا الشيء انا كتبته على الورقه قبل يمكن 10 دقائق من اللايف، هاي الرموز حطيتها زين وخلقت هاي السيناريو بس حزت الحزه في مخي. فتقدرون هذا وان سامبل انا شرحته لكم عشان انتم تطبقون مهاره التحدث او الخطابه امام الاودينس او الجمهور اللي عندكم من دون ما تنسون. الهدف مالي اليوم انا ان انا ما اخليكم شنو، ان ما اخليكم تنسون. فاسلوب المنتال سيمبولوجي او خلينا نقول الـ representation theory of mind، انت حق كل مفهوم ولا مبدأ ولا لغة تبغي توصلها تحط لها رمز في مخك وتمشي عليها واحدة 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 واحدة. الناس اللي حواليك ما راح يحسون، انت راح تحس بالرضا عن نفسك او انتين راح تحسين بالرضا عن نفسك، لان انتقلتين من فكرة لفكرة بشكل متسلسل وشكل متزن وشكل متصل، وصلتين المعنى واديتين الغرض. فأتمنى هذا الاكزامبل او المنتال representation عطتكم نبذة أو خلينا نقول صورة بسيطة عن الطريقة اللي ممكن تقدمون فيها برزنتيشن من دون ما تنسون. أعرف صار لي يمكن 10 دقائق أتكلم وأشرح وأشرح،
بس في هاي المجال، وما اعطتكم فرصة اني اسمع منكم. راح اشوف للكومنتات، ابغي اخذ رايكم اللي تابعوا الشرح من شوية. What do you think? Did you like it? حسيتون يعني صعب، او انه مثلا في شيء انا نسيت اقوله، او في شيء مو واضح؟ شكرا على اللي قال ان انا عندي مهارات بالفطره. الجانب الفطره يلعب دور، ونرجع لموضوع الشخصيه وقدره قدرات الشخص تختلف. يعني من القدرات تختلف عند الانسان من شخص الى شخص. وصحيح انا مؤمنه بقوه الفطره، وكل انسان عفوا قاعد اقرا تحويل الواقع. شكرا جزيلا. هذا كان المبدأ باختصار للترميز الذهني. تقدرون، ابغى اسمع منكم الحين، لو مريتون في هذا الموقف، وانتون كان عندكم خلينا نقول برزنتيشن، او كان عندكم خطاب تبغون تقدمونه، ولا مقابلة، ومحضرين عناصر A B C D تبغون تتكلمون عنها، شنو سويتون؟ طيب، وشلون راح تطبقون هذا المبدأ في حياتك؟ ابغى اشوف يعني is this applicable، هل هذا قابل للتطبيق في حياتكم؟ هذا طبعا مثال يعني وهمي من مخي انا. طيب جربوها. طيب اتمنى، لكن اتمنى ما تلتزمون بهاي المثال اللي انا ذكرته، ما تلتزمون بهذا المثال وتطبقونه حرفيا من الالف للياء. ابغى اشوف ابداعكم. يعني هذا بس خلينا نقول one sample، it's a one shape، يعني one shade، يعني طريقة واحدة فقط ممكن ان انتم توصلون فيها الفكرة. بس ترى المجال مفتوح، يعني الكلام اللي انا اقوله مو مسمار في لوح. again احنا نتكلم عن سيكولوجي، احنا قاعدين نتكلم عن مهارات غير ملموسة، من intangible skills. فانتون ابداعاتكم، يعني الكلام اللي تقوله امل مو نازل من السماء يطبق بالحرف من الالف الى الياء. انا اعطيكم خلينا نقول ستراكشر واحد، وخلينا نقول صوره مرتبه قابله للتطبيق، يعني اعطيكم هيكل ممكن انكم تطبقونه، بس مو هذا الهيكل الامثل والاحسن والاكمل. يعني الشيء راجع عليكم انتون والمواقف اللي تمرون فيها، انتون وتجاربكم، انتون والتزاماتكم المهنيه والاكاديميه، شلون تخليكم. وهذا هو الابداع انا في نظري، يعني ان الواحد شلون ياخذ المبدا ويطبقه ويجسده في ارض الواقع بالطريقه اللي هو يشوفها اسلم واكثر فعاليه الى الموقف اللي هو فيه. اعتقد ان هذا شيء جدا خطر لما احنا ناخذ مبدا وبس نعيده ونكرره ونطبقه على كل مواقف حياتنا. ما في مبدا صالح وقابل للتطبيق بشكل فعال على جميع مواقف الحياه. انت لازم تسوون كاستمايزيشن، كل شيء ليش مثل ما احنا نقول. الموضوع بحد ذاته قوي حق الجامعة. ممتاز ممتاز، دام الموضوع جاء في وقت انتين تحتاجين تطبقينه في الجامعة. يعني شوف ايش كثر رمز واحد ولا صورة ذهنية تحطونها في بالكم راح تختصر عليكم طريق، وتختصر عليكم شتات انتم ممكن تمرون فيه، بس بمجرد حاطين هاي السمبل ولا هاي الرمز في بالكم. واللي قدام، لا، والحلو في الموضوع ان اللي قدامكم ما عنده فكرة، ما يدري، والله ايش فيها صايرة مسترسلة في الافكار، وتتكلم وتتكلم وتتكلم، ما شاء الله. ليش؟ لان داخل منظم. إذا هني منظم، أوكي، هني بيكون منظم. Does that make sense؟ هذا يعني اعتقادي. This is my ideology. ما أعرف عن الباقي شلون. راح أعطيكم المجال إلى بعد سؤالين ثلاثة، ناخذ شربة عصير من بابا جم. أطبق هاي الشيء في مراجعة للامتحانات. شوفوا شلون هذا المثال اللي طرحته اليوم، او المبدا اللي طرحته، او الكونسبت اللي طرحته اليوم، قابل للتطبيق في عده مجالات. انا لما اجي ادرس، حتى عندي هني كتب في الجامعه، انا بعد الحين طالبه واقدر اي كان ريليت، يعني حالي كحال كثير من اللي قاعد يتابعوني الحين يدرسون. لما اجي افتح واشوف عندي مثلا اي بي سي دي، وايد نقاط، عشان الخصها اقوم شو اسوي زوم اوت شوي من على الصفحه، واشوف شنو العوامل المشتركه بين النقاط الموجوده. هذه نقطه، اوكي، ماليه ماليه ماليه، تقنيه تقنيه، اجتماعيه اجتماعيه، اوكي عاطفيه مثلا، اقسمهم على هاي الطريقه. فكل النقاط اللي تناقش الاشياء العاطفيه خليها قلب،
الاشياء اللي تناقش الاشياء الماليه خلي يمها شنو دولار، خلي الدولار هذا على طول عندي. الاشياء اللي تناقش قضايا تقنيه مثلا ما ادري احط صوره واير ولا موبايل مثلا وات ايفر. انزين عشان لما اجي انا براجع اوكي عندي 3 بوينتس تكنيكال 3 بوينتس ايموشنال اوكي جوت ات سمبل سكه، ما عندي وقت اقعد احفظ كلمه كلمه اي دونت هاف تايم. فهذا يعتمد على بعد نوع الشخصيه، يعني فور مي ام بيجر بيكتشر بيرسون، احب اشوف الامور يعني من فوق اخذ صوره عامه نظره شموليه، ما احب وايد ادخل في تفاصيل. في ناس يعشقون الديتيلز، اي ام ريلي نوت ا ديتيلز بيرسون، يعني يعني اوكي اتس جود تو نو بس ما احب امشي بالملي، ام مور اوبن يعني. فهاي الطريقه وايد تساعدني في المراجعه، مو شرط في البرزنتيشن ترى. أدرس بكثرة وجدية ونسيان على طول. ارجعي لللايف، راح أخلي اللايف 24 ساعة إن شاء الله على الإنستغرام، وراح أنزله على اليوتيوب إن شاء الله، أو راح أحطه على الاي جي تي في اللي هو التي في فيتشر في الإنستغرام عشان تنتفعون منه قد ما تقدرون. إذا عندكم أي أسئلة هذه آخر فرصة، لازم أروح أخلص أشياء ثانية اليوم السبت وعندي شغل لازم أسويه. وعلى فكرة هذا كوفي مبرد أو قهوة مبردة، برود كوفي، والله العظيم أنا ما أعرف نفسي أشرب كوفي، كلش مو مالت كوفي، بس مع التركيز في أمريكا صايرة أشرب كوفي يعني مرتين ثلاث مرات في الأسبوع، وهذا الشيء ما لازم يصير في حياتي يعني. وحاطة معاه وان بنانا موزة وان سكوب أوف بروتين وثلج، فإتس شيك يعني. شكرا جزيلا، ما قصرتون، واتمنى يعني اذا عندكم اي اسئله